waxa maanta ay sameynayaan yahuuddu waxay ku sameynayaan dadkaas muslimiinta reer Filistiin ee baabi'in ah ee dabargoyn ah ee caalamkii dhamma uu ku fiirsanahayo laakiin muslimku kalsoonida ilaahay uu ku qabo iyo baryaha ilaahay siduu ugu kalsoon yahay silaax weyn oo weyn buu haystaa waxa ay ku ridayaan ka weyn in badan oo ah ilaahay in gacmaha loo taago oo loo duceeyo ilaahay subxaana wa tacaala cadowgooda inuu jabiyo cadowga muslimiinta ilaahay inuu jabiyo ilaahay ka dulqaado ilaahay subxaana wa tacaala nasriga iyo guusha uu siiyo waa in lagu celceliyaa weliba maalinta jumcada saacatu lijaaba oo nebigu inoo sheegaa ku jirta gelinka dambe ilaa qoraxdu ay ka dhacayso fursadaas waa in looga faa'iideeyaa walaalahaas oo aad iyo aada loogu duceeyaa baryahana ilaahay in badan loo baryaa qalbi khaashicana loogu baryaa ilaahay subxaana wa tacaala cadowga inuu ka dulqaado alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxammadin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر منكراتك ويفافيان مروال با وعين أباهيهين مروال با إن لو تاقنادو إن دتك منكر كالغرهو وناقل أمره حمانتنا الله إسكرهو أرن كاسنا وأرن كبد بادة إلهي سبحانه وتعالى ومذاه وكبد باديو وأرن كايسقع خير يدا يا فضل يا وين وحل وهل يا أو ناق أول أمره حمام تقول الرياض هدي تال وايو وح بدل يا أمان تاس أمان الآن أيا بدليس أرن كاسنا وح تصينا هيا هلاك هي عقوبة إن كي ما كرت ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام وكل يا حديثك صحيحة دتك هذي قمن وأيام قفك الظالم كجعنتي سا وحيلاه أدو يا إنه عقوبة كدتشي مركزنا إلهي أي بريان بريان أنا لقى أقبلن نبينا عليه الصلاة والسلام ما علم بوصو قال حاسس كي سميت كميدا سوى أرقى قحسن أورنا يا ويل للعرب من شر قد اقترب عرب هلاك بوصو ناضي شر سود نواتي حقيت مركاسي ويديسي حاس كي صوت يا رسول الله أن أهلكم وفينا الصالحون ما وحنا هلاك سمينا ضدك الصالحين تاها أيدو أن دح شوغان ميا اللي هلاك سمية مركز النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا كثر الخبث هادي حمان تبضتها والذين هلاقيا محايا لأمتي هذه حمانتا هي معاصدة هي الدنبيدة هي عصيانك وكل حبته هلاك بيقرك وساري هلاك جاسنا وعنوعيك للدون مروحة لقوع عقابة هي أمطار هي روابة بيئية مروحة لقوع عقابة هي الدوفان نكلة مروحة نغنكرة أمراض هي عذره مروحة نغنكرة أبارة أنكل الجوين مر وحو نقون كرا دخدو دين اسباب بيان واي دغالان وا اسخلافان فتن يا مصايب عقوبوين بابيه اي خطر او جيران هداي امدي اسدبا قون ويسو وناغ اي امر وايان حمانت اي ريبي وايان وحال اللعنة اي رير بني اسرائيل قيبه بدن او كميدا كوودي غالد اها أسبابه اللي قل عن ذين وحا كمد أها وإلهي القرآن كي نوغو الشيغي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه منكر كأي سمين أيان وحي أها ينكو وآن إسكريب وانا لعند إلهي بانا كنا عنه لعند إلهينا وأن حريست إلهي هلقات لي ريوي
إلهي نوح لي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة كعب سادة فتنة كوي سمييي أن خاص كنا قنهي إفافة إساك وعن سمينين قاريسة قومنا انت إصلاحا كشقين أيان أو وحبت بادين أيان أو حقاتين أيان إلهي هلاقي مهي وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون قوم إلهي هلاقي مهي انت وحويان أهل كيدو أيهين مصلحين وحقاتين أيان هذه مصلحين تي أي رادان ومعنى بيلان ومفسدين تي أي بطان فهذا نذير شر وهلاك أرخى التروي وحن كبت بادكرنا كل جان ولا لي الوحوية إن قف والب منكرك أودي سينتو كأود أوزولي قولي جاك منكر باكتشرة إلهي أقعب صو نفتا دكبت بادي أولاد هذه أهل كأجنة كبد بعد ما شاء الله أكتر هاي منكر باكتشرة إلهي وعب صو قبيل كي يقويس كأولاد أوطى هاي وناجى يا خير ككل الشقاء حمان تي قبيلة دي يدل كي الظلم يا مان تدك أبتين جعناها كقبو كإلال منكر كواوي وحكم إذا وخطرت وقفك مسلم كاهي هادونا قلبي جيس أضغنا أن خطر وكتشرة وحمانتا عي السمين يا يهود وكو السمين يا ضد كاس مسلمين تعرف فلسطين يا باب إن أه يا دبرجوين أه يا عالم كده ما وكفر سنة هاي بل دولة دي هو حوجة بدنا حوجة وبدا شيغن يي كوي أرنا يا حقوق الإنسان بان دفاعينا كواسي بقى يهرمود بكا النقدين إني بابا عزدتك عن مسلمين تاكو قعنسيا قال عن هرمر لغير رجينا هيا يا مسلمين بي أطور إيسا يا وحن ويرنا حقوق الإنسان كا يا وحن دوننا إن لقلب استاقو وحاس وحاكو إلو دا دادك أود دا قال عرقتا او استعمال هيا عرورتا يا دمر كي مساكين تاس إني قريها كدوميان biyaha ay ka gooyaan korontada ay ka jaraan cunada ay ka gooyaan iscaafka iyo kuwii u gargaaray u diidan cuquubadaas ay ku soo rogeen oo ku baabiinayaan kuwii ugu waaweynaa ee gaalada ay yahuuda ku garabsiinayaan ku garabtaagay waxa ay ku tusaysaa waxa weeye kufriga iyo gaalnimada sida la isugu heelinayo oo la isugu garabsiinayo dadkii muslimiinta ahaa أهل الإيمان كهانا وحويان دحدو ذا الله دحدقي خلاف هي إصنع هي إصدقال هي فتن أيها ساس لوغو مشغولين أيها سي أي يهود وفرصة دي دعوها شو أي داد كان مسلمين تاكو حسو غضو أو أي كوبا بي سهبين يمال وحماشا كالسعودة قف مسلمة وضمير له وحوسن كنها هي وحو كنها هي وي او قطر ايمان كان جلجله هي قف كفرها هي اسلام لما قلبك يسوع اي كجرتانا ان له لا ادي اد بي او يرتاي اد بي او ادكتا ان له قف كفرها هي اطفال المسلمين وابناء المسلمين والنساء المسلمين او سدا لوغو بابينيا غريا هوستودو كجيرا او بيي عنادي لغا غويي او سدا لو عذاب هيو قف مسلم اه meeshu doona daafaha adduunada ka jooge oo ku farxahaya waa qof munaafiqnimo weyn ay u qarsoon tahay waana arin khatar ah waxa anagana la ka raba waa inaad ogaataa marka al muslimu lil muslim kal bunyan al mu'minu lil mu'mini kal bunyan waxaynu isku nahay dhis waahid ah hal darbi baynu isku nahay laba dhagax oo iskaashato isku dhagan oo isku mid hadii la bixiyo duma haya mu'miniintu waa cudwun waahid kal jasadil waahid waa hal ximin oo kali ah dareenkaasi waa inuu kugu jiraa ximin kali ah hadii meel laga qaniino ama meel nabar uga dhaco jirko dhan baa la xanuunsanaya habeenkaas oo dhan oo la soo jeedaya xanuunkaas waa inaad dareentaa
dareenkaas aad dareentid wuxuu kugu bixinayaa inaa in badan ilaahay u bariido subxaana wa tacaala waana midda aynu awoodno waa midda aynu awoodno deegaan iyo deris ma nihin oo meel kama deris deris ma nihin oo inta loo geeyo raashin iyo cunno iyo imdaadaad loo fidin uma fidin karno xaaladeenu anagayba dacf iyo tabardarana haysataa laakiin muslimku kalsoonida ilaahay uu ku qabo iyo baryaha ilaahay siduu ugu kalsoon yahay silaax weyn oo weyn buu haystaa waxa ay ku ridayaan ka weyn in badan oo ah ilaahay in gacmaha loo taago oo loo duceeyo ilaahay subxaana wa tacaala cadowgooda inuu jabiyo cadowga muslimiinta ilaahay inuu jabiyo ilaahay ka dulqaado ilaahay subxaana wa tacaala nasriga iyo guusha uu siiyo waa in lagu celceliyaa weliba maalinta jumcada saacatu lijaaba oo nebigu inoo sheegaa ku jirta gelinka dambe ilaa qoraxdu ay ka dhacayso fursadaas waa in looga faa'iideeyaa walaalahaas oo aad iyo aada loogu duceeyaa baryahana ilaahay in badan loo baryaa qalbi khaashicana loogu baryaa ilaahay subxaana wa tacaala cadowgaa inuu ka dulqaado waxay arrintaasi ina baraysaa annaga marka oo ina dhaxalsiinaysaa inay waajib inagu tahay iyo baahida aan u qabno inaynu midowno khilaafka dhexdeenna iska xallinno isjeclaanno isgacan qabsanno iskaalmaysanno ayagoo cadow isku ah gaaladu oo quluubtoodu ay kala duwan tahay taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shattaaba ilaahay waxaad u malaynaysaa inay wada jiraan quluubtooduna way kala duwan tahay waxa kulminahayaa ayagoo cadaawad diineed ay ka dhaxayso oo isnacsan waxa ay ku kulmayaan waxa weeye muslimiinta in la laayo oo la baabi'iyo oo la barakiciyo taasay ku kulmayaan muslimkii marka waxaa laga rabaa qofka muslimka ah inay ayaguna isku garabsadaan khilaafka dhexdooda ah ay intay u kaadsadaan muslimiintu midowooda ka shaqeeyaan nusxi iyo walaalnimo ku xalliyaan wixii dhexdooda ah cadowgooduna sida dareenkaas ay u qaateen si kad fiican ay muslimada u qaataan maxaa yeelay muslimnimada waxaa ku kulmisanahaya oo islaamnimadu ay keensanaysaa in la isjeclaado kitaab waaxida ilaahay usoo dejiyo furqaan ah nebi waaxida sala allahu calayhi wasalam ayay ilaahay subxaana wa tacaala usoo diray hal waddayo hal qiblay u wada tukadaan waayadan waaxidan midnimada ay haystaan cid haysataa ma jirto hadday muslimiintu ay dareemi lahaayeen allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana qina cadaab annaar allahuma akfir lilmuslimiina waalmuslimaat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد